حكمهم، لكن حسبي الله ونعم الوكيل. وشو في عندك اشياء ثانيه بتحب تخبرنا اياها؟ I have computer skills with effective business English. بس يا عبد الله التي بوي عندنا بيحكي انجلش كثير منيح، بيعرف يستخدم الكمبيوتر كمان، بلكي بينزل عليه العاب. مش تاك؟ ايوه مدام. عارفه امرأة ايفا؟ مدام انا اشوف طريق ورا مدام. مو لازم تشوف طريق ورا. الشقه ب 30 تبغاها؟ اهلا وسهلا، ما تبغاها غيرك ياخذها. انت عايشه معانا ولا ببلد ثانيه؟ ما تشوف الركود اللي في البلد؟ ما تشوف الشاب قديش كثر المفصولين من عملهم واللي مو ملاقيين شغل؟ انت متزوجه؟ لا لا فهمني غلط، سؤالي جدا شركة محترمة. عبدالله خطط متعبي تكون تقدمها الإدارة باسمك. ثانية واحدة يا عبدالله. اسكت بقى. كم مرة قلت لكم بلانا ما راح يعرفوا يعيشوا؟ ايه احنا ما نبي احد الرابع الخشمة، مو عشان انا سعودي يفكر انه بنوظفه، الحكومة توظفه. بعض الاخوان عاتبني على سنابات الماضية ويعتقد اني احرض على الدولة أو الفوضى.